اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج استشارات اسريه. احنا النهارده معانا موضوع مهم جدا وهو تكمله لمواضيع قد سبق ذكرها، عشان ما اطولش عليكم في المقدمه. موضوعنا النهارده عن فن التواصل ما بين الازواج. طبعا في مشاكل بتحصل كتيره، وفي يعني حاجات هنسردها مع دكتور رشا عطيه، استشاري علاقات اسريه وتطوير ذات. اهلا بك دكتور رشا. اهلا بكم بالساده المشاهدين. دكتور رشا، طبعا يعني فن التواصل ما بين الازواج، يعني بيتهيألي كلمة فن دي يعني بيجي لذهننا ان في موضوع كبير وكلام كبير في موضوع التواصل ما بين الازواج. عايزين حضرتك كده تقول لنا ايه هي سبب اختناق العلاقة والانفصال العاطفي ما بين الازواج وكده. يعني هو احنا عندنا تقريبا 10 اسباب بتأدي، والحمد لله كلنا بنتبعها للأسف الشديد. يعني اول حاجة، الزوج والزوجة بيدخلوا على بعض كده، احنا هنغير عادات بعض السيئة. نعم، احنا داخلين مدخل ان انا هغيره او هطبعه، والمثل ان انا هوريها مثلا والمصري الجميل جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه، وبنبقى داخلين الخناقه من اولها ايه، والراجل يقول لك ايه اذبح القطه. ايوه، واصله ريشه. كل ده طبعا جوزة يعني ديكروم مثلا. تمام. فداخلين على مبدا من الاول كده مش صح، ادراك كده من الاول مش سليم. اولا لا هو هيغير عاداته، ولا هي هتغير عاداتها. ومن الاول احنا لازم نتوافق مع عادات بعض. وبنقول ايه كده، يعني نتيجه لتركيبه مخ الراجل والست. ايوه، في فرق اصيل ما بين الراجل والست في التفكير. تمام، يعني الدكتور رشا توضح لنا دكتور يعني في الفرق ازاي، يعني ايه اللي هي تشوفه صح وهو يشوفه غلط، واللي تشوفه هي غلط. يعني صح. الستات مثلا بتتفوق في ان هي التواصل بتاعها الاجتماعي. أيوة. وعلاقاتها الاجتماعيه عاليه جدا. نعم. في حين ان الراجل لا، الموضوع التواصل الاجتماعي عنده والتطوير في الحته دي مش عالي خالص. هو عنده سبحان الله ربنا كده، يعني بنقول ايه، برمجه وهيئه على الشغل والتنظيم والسلوك التنظيمي في الشغل. في حين ان الست ربنا سبحان الله هيئها ايه، لان هي تقرا الافكار. ده حقيقي. نعم. عندها جهاز اقوى من جهاز كشف كده. ده حقيقي فعلا حقيقي، عشان بس احنا بنحذر دلوقتي كل الرجال ان الستات عندهم استشعار الكذب. استشعار الكذب. نعم. يعني بجد بتقدر تحس لو جوزها بيكذب عليها. تحس. وسبحان الله، يعني ربنا سبحان الله، يعني في سبحان الله، يعني خلق كل شيء بقدر فعلا. لما عملها سبحان الله، عملها ربنا عشان الست بتعرف. استاذ عمي جدي يسالني بيقول لي هل كل الازواج فعلا كده الستات بتعرف انهم بيكذبوا؟ ده حقيقي. الناس لا 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 لا، كله فعلا. انا ببشره بس. ما تخافش يا استاذ عبد المجيد. وسبحان الله الحكمه من هنا، لان الام بتتعامل مع الطفل اول سنتين ما بيتكلمش. فهي محتاجه تقرا هو عايز ايه وتفهمه. فمن هنا ربنا وضع فيها الخاصيه دي ان هي تقرا الافكار والوشوش تمثيل وكله وتترجم كل ده. ده غير السنسرز اللي جوه بقى العاليه كتير، المجسات الثانيه. الحاجات دي يعني بيتهيألي هي دي اسباب المشكلات، لان ما تعرف سبب المشكله وتبقى عارفه اللي هو بيكذب عليها. انا ما اظن هي دي بتبقى سبب كبير من اسباب. لا، وتحط يعني في، انا بصراحه بتجيلي في الاستشارات كتير للاسف، ان الست هجيب قرار المشكله. يا ستي خلاص. يعني ان الله حليم ستار نفسه. يعني عناصرها والاستنتاج يا ستي خلاص. لا جميل. لازم اجيب منه قرار المشكله. يا ماما طب خلاص. اعرفي بس. طب الراجل هل لو في كذب الست بتكذب عليه بيعرف؟ لا الراجل لا بيعرف. بيعرف يا سيدي. ماشي. مش هي دي القضيه. مش هي دي القضيه ان هو يعرف او ما يعرفش، بس يعني منهج الراجل بالتالي بيبقى في صعوبه، لان الست عندها بردك يعني بردك تقدر تمثل التواصل الاجتماعي اعلى. فعلا يعني حتى مهارات وذكاء. الذكاء اللي حتى يعني لو هنتكلم علميا بحت، الست الذكاء اللغوي عندها اقوى من الراجل. طبعا عشان كده بنرغي كتير. طبعا. عشان كده الستات عندها الاصحاب وكده، التواصل الاجتماعي ده عالي، والذكاء الاجتماعي. مثلا يومين ثلاثه جيرانها بيكونوا خلاص حبايبها. ايوه وكده. لكن الراجل سبحان الله سلوك تنظيمي اداري بحت. والموضوع بيجي من هنا. نعم.
من حتة ان الراجل ما بيفهمش الست بتفكر ازاي وبتيجي الاختلافات بقى والمشاكل من هنا. طب ما نقول كده يا دكتور بالمناسبه، يعني يعني اكيد في رجاله كتير بيسمعوني، يعني يعني الراجل عشان يخلي الست مثلا يعني تبقى يعني تسمع كلامه وتتواصل معاه وما تكرهوش، ويعني ما فيش حاجه ما فيش كره، يعني هو اساسا هو كل الحياه كلها كره دلوقتي، يعني عايزين الموضوع ده ما يبقاش موجود، يعني يعمل ايه؟ والله احنا محتاجين من الراجل والست اولا ان هم يعني يعرفوا. لا نتكلم عن الراجل وبعد كده ناخد الست المفروض احنا دورها. هنتكلم بصفه عامه، آه. مش هنوجه يعني حاجه لحد. الراجل يقول ايه، نقول له ايه، والست نقول لها ايه؟ هو احنا نقدر نقول ان احنا الناس بس محتاجين يفهموا فن التواصل عامه، نعم بمعنى اني انا لو عرفت انماط الشخصيه، انواع الشخصيه، نعم احنا كلنا فينا اربع شخصيات، كلنا نعم كل البشر فيهم اربع شخصيات مع بعض مع بعض. بس كل شخص انا تغلب عليا شخصية، يعني لو هنقول ان الاربع شخصيات فينا بنسبة 25%، لا هم مش بنسبة، كل واحد مش بنسبة نعم 25%، في واحد انا اول طب هقول نقول الاربع اربع شخصيات. شخصيات، الشخصية القيادية، قيادية ماشي، خلاص، الشخصية الودودة، الودودة، الشخصية المعبرة، معبرة، والشخصية المحللة، محللة، خلاص كده عندنا اربع شخصيات. ده كلهم كويسين، كلهم، ما هو كلهم كويسين، بس انا ازاي اتعامل مع ايجابيات هذه الشخصيه، مع كل شخصيه احنا هتظهر فينا كل الاربع شخصيات، ازاي لما تغلب عليا الشخصيه القيادي اتعامل مع ايجابيات الشخصيه القياديه، وازاي لما تظهر مني سلبيات، كل انسان فيه سلبيات، نعم واحنا مش ملائكه، احنا بشر، يعني نعم ربنا جبلنا على حتى ان احنا نغلط، نعم يعني ازاي ما اسمحش اللي قدامي انه يغلط نعم او يسيء الفهم او يعني ما تمام ينفعش، لازم تمام دي احطها في دماغي، نعم ده حتى اول مبدأ بنقوله يعني. فالاربع شخصيات، طيب انا بقى لو هنقول القيادي والمحلل والودود والمعبر، انا مثلا تغلب عليا شخصيتي مثلا 65% الودود، نعم كده انا يغلب عندي شخصيه اكتر، والثلاثة التانيين والثلاثه موجودين بس التانيين بنسب أقل. بنسب 10 كل واحد 10% نعم مثلا. نعم كويس. فانا بقى ازاي اول اعرف شخصيتي الغالبه، ده مهم جدا، نعم وبعد كده اتعامل مع ايجابيات كل شخصيه وسلبيات كل كل شخصية، شخصية ده مهم جدا جدا. يعني الشخص القيادي، الراجل القيادي بالذات في البيت، هتلاقي ان بيدخل البيت الكهرباء، عايز يدخل يلاقي السفرة مرصوصة، البيت يعني مترتب متنظم. نعم. طبعا الست بتعتبر ان هو ده هنا بيتدخل في امور تدخل في شؤون حياتها البيت. او في شؤون البيت، وانت مالكش ان انت، طبعا بتنشأ بقى من هنا ايه نعم الكلاش، ونمسك في بعضينا، نعم وانت مالكش ان انت تتدخل. هو شخص تنظيمي عالي قوي، قيادي، لغته لغة الإنجاز زي ما بيقولوا كده، عايز يشوف قدامه كل إنجازات، حاجة يعني زي كأنه بتظبطها. بيتعامل في شركة تمام بالظبط، عايز نعم يلاقي الموظفين، التقارير جاهزة والدنيا جاهزة، هو ده نعم منهجه. في حين مثلا إن الست أو الراجل المحلل، ياه يبص على أدق التفاصيل، تفاصيل يعني كومودينو مثلا، ايد يعني مش وادق مختلف. ادق التفاصيل في البيت بقى، سواء الولاد او طب الست، هل في ست قيادية برضه؟ في ستات طب وده قياديين. بينفع في مجتمعنا الشرقي يا دكتور؟ ما هي مش قياديه بمعنى اني قيادي، ان انا بمسك اقود نعم البيت، او بمعنى اني انا هدفي مثلا الست القياديه مثلا تحب البيت مترتب، هي كمان عندها لغه الانجاز، انه مثلا الولاد يدخلوا البيت كله يبقى منظم، كله يمشي على الجدول اللي انا ماشيه عليه، يدخل يحل واجبه، دي من هنا نعم بتيجي عندها نعم سلوك القيادي. طب هنقف عند يعني شخصية الست القيادية، هي شخصية يعني أظن فيها حاجات كتير. ومعانا اتصال تليفوني الأستاذ أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ أحمد. خليني أتكلم الدكتورة بصراحة. اتفضل يا فندم دكتور مع سيادتك. هو بس أنا حابب أقول الدكتورة يعني متشكرين جدا على موضوع الشباب اللي حضرتك فيه، هو فعلا موضوع بيمس قطاع كبير من الناس وفي كل بيت. فكرة الاختناق بين العلاقات الزوجية وفكرة المشاكل الزوجية بشكل عام، يعني بشكل عام. بس أنا حابب بس أوضح حاجة، إن دايما الفكرة إنه الطباع والطباع، يعني طباعها وطباعه، وبيحصل من هنا الكلاش أو الصدام. بس أنا شايف إن في الآخر الراجل راجل والست ست. تمام. وعايزين بس نوضح، يعني انا عايز الدكتوره قول اللي عايز تقوله بصراحه يا استاذ احمد. انا بتكلم اهو، طيب. يعني انا عايز بالذات الدكتوره تكلمنا في فكره هو مين المفترض يسوق، لان انا سامعها بتقول ان هي بيبقى دايما عندها شخصيه قياديه، بتحب الانجاز، بتحب النظام، انا حاطه حاجه معينه، رولز وادوات معينه، تولز وادوات معينه، تمام. لازم البيت يمشي عليها، لو اتغيرت يبقى ده غلط، فلا ومش لا، لا هو في الاخر ان الراجل هو اللي بيسوق والراجل هو اللي هيحاسب، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك.
دي الحاجه الاخيره اللي ما بس فكره وجود الاطفال بين الاهلين وفكره الانفصال هو الخاسر الوحيد في الموضوع. عايزين نتفق على الحته دي قوي لان نعم. فعلا هو ده الخاسر الوحيد. وشكرا على الاخ. نعم. في اي استفسار تاني يا استاذ احمد؟ شكرا لاتصالك. طبعا الاستاذ احمد ده كان عايز له حلقه لوحده يقول المنظومه الجميله اللي هو ذكر حاجات كتير يا دكتور رشا، وبيقول يعني موضوع اللي هو الراجل راجل والست ست، وموضوع القياده ده بيقول يعني هو دايما بيبقى منسوب للراجل، وبيقول ان في مشكله اللي هو الاطفال على ما اظن يعني هم الخاسر الوحيد في الفتنه في فعلا لما الراجل والست بيقفل بعض بالند بيبقى الخاسر هو فعلا الحقيقي هم الاطفال. نعم. والانفصال العاطفي. نعم. يعني الانفصال العاطفي بمعنى ان الراجل والست خلاص موجودين في البيت وفقدوا الاثنين الامل في بعض. نعم. وبالتالي كل واحد بيعيش حياته منفصل. الانفصال العاطفي هو في حاجه اسمها انفصال غير عاطفي؟ لا، الانفصال اللي هو التاني بقى اللي هو الطلاق. انه خلاص ننفصل. نعم. عن البيت. الانفصال العاطفي نعني بيه ان خلاص الكره في البيت. نعم. خلاص هو بيفقد الامل فيها وهو هي بتفقد الامل في الراجل. نعم. وبالتالي بينفصلوا عاطفيا، لا هي ليها دعوه بيه بتهتم بيه ولا. نعم. هو بيهتم بيها خلاص. وطبعا الاطفال اول ناس بيتضروا بيحسوا طبعا، ولما بيكبروا بيبقى ده منهج حياتهم عدم الاهتمام والاهمال، هم اتعودوا على الاهمال. نعم. وبرضه هتتكرر السلسله انه لما هيكبروا وهيتجوزوا برضك هتتكرر نفس خطوات. فمن هنا التجربة. خطورة الانفصال العاطفي. نعم. يعني طبعا الانفصال برضو اللي هو الطلاق المعروف اكيد طبعا بيبقى فيه انفصال عاطفي بيأثر برضو بالمعنى الكبير، بس الاثنين الانفصال العاطفي بيبقى اشد خطورة لان هو شايف كمان الاثنين قصاده وشايف تعامل مختلف في منتهى. نعم. السوق. نعم. فبتيجي من هنا المشكلة. احنا كده جاوبنا على حته مين الخاسر فعلا هم الاطفال. أطفال. القياده للراجل او الست احنا لم نذكر ان الست تقود، بمعنى يعني انا لما قلت ان انا لو في شخصيتي الشخص القيادي ربنا سبحان الله حط فينا الاربع شخصيات. نعم. دي للمرونه. نعم. عشان الانسان يتعامل وفقا لكل موقف على حسب يستوجب لهذا. نعم. الموقف. نعم. يعني انا مش موضوع ان انا يعني عشان انا تغلب على شخصيتي القياديه ان انا هقود البيت او ان انا هسيطر على البيت، لا خالص مش هي دي الفكره. مفيش الكلام. يعني بالعكس الست القياديه بتبقى ست منظمه في بيتها، مرتبه بيتها بيبقى كويس، بتبقى محافظه على جو البيت. ده غلط. نعم. نعم. فاحنا هنا ما مش تحكمات يعني. لا مش تحكمات. نعم. خالص. فيعني اخلاقها قياديه. اخلاقها قياديه. نعم. مش اللي هو بقى ايه امر ونهي وكده. لا هي. نعم. مش هنا القضيه. بس في ناس بتخاف من كلمه اللي هي الست تتقال عليها قياديه ما يعني تبان لها ان جوزها مثلا. لا. يعني خالص. بيسمع كلام مراته. وهنأكد على فكره ان الجواز شركه. نعم. ما بين اتنين. انا عندي لو هنتكلم بمفهوم الشركات انا عندي خصائص وظيفيه مفروض اديها كراجل. نعم. والست عليها خصائص وظيفيه مفروض انها تاديها، وبالتالي الاتنين تكملوا عشان. نعم. يمشوا بمركب يعني يمشوا بمركب الاسره زي ما نقول كده. نعم. عشان المركب تفضل ماشيه في الطريق السليم ليها. نعم. حته ان مين القائد برضو مفيش مش لازم نعرف مفيش قائد ولكن يعني هو مفيش قائد، كل واحد عليه مهام وواجبات مفروض يأديها، والست عليها مهام وواجبات مفروض تؤديها عشان نتكامل ونمشي. نعم. في يعني. نعم. في مركب الحياه. طب دكتور رشا فن التواصل يعني الراجل عايز الست تكون او تعامله ازاي او تتواصل معاه ازاي عشان يبقى راضي عنها؟ احنا عايزين نتكلم كده نقول ان الست مثلا المفروض مع جوزها في التعامل تحسسه مثلا ان هو قيادي مثلا هو اللي الامر، هي تقول رايها ولكن يعني برضك هل في حاجه كده ولا ده حقيقي؟ يعني هنقول اختلاف عقليه الراجل وعقليه الست. فعلا الراجل يحب ان الست ما تعرضوش. نعم. وبفن التعامل بقى الست تقدر باسلوب لطيف. نعم. بفن التعامل وازاي والتواصل ان هي تلف حوالين قراره. أيوة. وتقنعه بقرارها. يعني مثلا حتى ذكرت في كتاب شهير لدكتور شهير اللي هو اختلاف ان الرجال من المريخ والنساء من الزهره، نفسه هو بيقول حتى لو احنا راكبين عربيه مع بعض والست شايفه الطريق اللي هو ماشي فيه ده غلط. نعم. وهي عايزه توجهه ان ما ينفعش. يعني ما ينفعش. تسيبه هو ياخد يمشي الطريق يمشي وبعد كده يبقى يلف من الناحيه الثانيه. جميل. فدي حتى الايه البنزين يخلص لحد ما المنهج يمشي. فلكن لو الست طبعا انت اصلك ماشي غلط وهو طبعا ايه هيتجنن عليها بقى ماشي غلط انزلي مين ده اللي ماشي غلط هيروح دايس اوتو بايلوت على طول ويرميها بره. هو طبعا يا دكتور رشا نظرا فعلا لطبيعه كل شخص او طبيعه الرجل وطبيعه المراه فكل واحد محتاج تعامل او معامله خاصه من الاخر. طيب عايزين كده برضك نقول يعني التعامل المثالي
من الست للراجل. معلش انا مركز على الحته دي عشان عايزين الساده المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي يستفيدوا من الحلقه، عايزينهم كده ايه يعني يقلدوا اللي هنقوله. يعني ان حد كان ايه يعني بيسمعنا دلوقتي، الست تعمل ايه عشان تقدر تكسب جوزها ويسمع كلامها وتحطه في جيبها زي ما بيقولوا كده؟ الست عليها تفهم ان الراجل يعني ايه، خلينا نقول ايه، ما ينفعش تديله اكتر، مش اوردر او امر، بس ما ينفعش تطلب منه اكتر من طلب في وقت واحد. مخه وان شوت. مش تقصير او خلقه ربنا يا جماعه ارجوك محدش يا ريت. بس تعرف يا دكتور، لما واحد يعرف طبيعه التاني هيعرف يتعامل معاه زي الجهاز. كل الرجاله، كل الرجاله تمام تقدر. يعني انا لو اديت لحضرتك تاسك، هو تاسك واحد اخلصه وابقى اجيبه لك، في حين بقى ان الستات سبحان الله تقدر تطبخ وتغسل والعيال، وبتكلم جارتها في التليفون، وبتكلم ماما من الناحيه الثانيه، وعلى الفيسبوك على فكره من الناحيه الرابعه. فعلا صح بالناس، بس في ستات يعني فوجئنا بينهم بيسوقوا وهم على الفيس. سوق العربيات حقيقي. هي عندها حتى بنسميها كده مالتي تاسكينج، عن متعدده المهام. نعم. الست متعدده المهام، تقدر تحط دماغها في اكتر من حاجه. في حين ان الراجل لا، ما يقدرش. وان مايند شوت. نعم. يعني لو سايق ما ينفعش تكلمني. مش تقصيرا، ولا هو مش قادر يركز. دي صفات مشتركه في كل الرجاله. دي صفات مشتركه في كل الرجاله. في صفه تانية مشتركه برضو ما بين كل الرجاله، اللي هي الراجل بيحب يبقى عنده وقت للعزله بتاعته. وقت للعزله تمام. طبعا كل الستات مش واخد باله مننا، ده عايش في العالم بتاعه، وده كل راجل لازم كده زي ما نقول كده يبعد يفصل ويفصل. يعني هو بيرجع من الشغل طبيعي يعني. نعم. من حقه ويفصل خالص، يبعد بقى. مش طبعا الست او ايه، الولاد والجيران ولا هات الفلوس والفلوس وسوينا هو عايز يفصل. يعني نعم. هو يومه مثلا 8 9 ساعات في الشغل او 10 ساعات، فهو عايز يجي يفصل. مدير مزعق فيه وبتاع يطلع بقى ايه نيجي. فانا الست تبقى عندها من الذكاء والحنكه زي ما نقول كده، ان هي تدي له فرصته ان هو يفصل. نعم. وبعد كده تبقى تدي اللي تدي اللي بعد كده. طب يعني هيبقى في الشغل وفي البيت. طب اما الست بقى جوزها ما تحبش تفصل مثلا؟ لا، الستات بقى سبحان الله يعني مستمرين. حتى الدكتور جون جراي في كتابه بيقول لك الستات عامله زي الامواج المتلاطمه، مشاعرها ورا بعض، كله ورا بعض. أيوة. ما بتفصلش. عشان كده بيحصل الاختلاف ده. ايوه الاختلاف فعلا. في حين ان كل في 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 ستات بتبقى برضك تحب تفصل زي الراجل، وفي رجاله ما بتحبش. ده حقيقي، ده حقيقي. لان يعني برضو كتب تانية اقرت ان مخ، انا ممكن اكون انا ست بس مخي تكويني، تكوين مخي. نعم. جد تكوين مخ ذكر. نعم. جنس مخي ذكر بس محطوط في انثى. عايز ينفصل، الست عايز تنفصل تماما، تحب العزله، بتحب الهدوء، بتفكر باسلوب تنظيمي. مش معناه برضو ان هي قياديه او ان هي هتقود البيت، لا، دي تكوين مخ. وفي راجل لا، في راجل بقى متعدد المهام ويحب ويعمل كذا مهمه في وقت واحد، ده مخه انثوي. نعم. مش شتيمه في حقه، هو كده محدش يفهم ان دي مش شتيمه، ده نوع المخ. وكتاب شهير اسمه المخ ذكر ام انثى، بيحلل فيه المخ هل هو ذكر ام انثى. وافصلوا كل الدكاتره ان علماء الاعصاب ان فعلا التركيب المخ الست غير تركيب المخ الراجل، وممكن الست تبقى ملكه مخ راجل والراجل، بدليل ان مثلا في ستات تحب تدخل الجيش. نعم. وفي ستات تحب تلعب العاب الولاد. نعم. ده بتبقى مخها هنا ذكوري، في حين ان رجاله مش هنقول ان هو بيبقى في توافق. يعني مثلا لما يكون في راجل تفكيره مساوي شويه، هنا بقى بنتكلم على حته تانية، ولا هي هتكون عايزاه لا تفكيره مش، لا، هنا بقى بنتكلم على ان اهم حاجه الزوج والزوجه بنتمنى طبعا منها، لان نسبه الطلاق وصلت في مصر في اول سنه. هنقف على نسبه الطلاق يا دكتور رشا، وهنرد على اتصالنا ونرجع للطلاق تاني. استاذه منى، السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا استاذه منى. كنت عايزه اسال الدكتوره على شيء. اتفضلي يا فندم. هو وقت العزله ده بيبقى كل يوم ولا في فترة معينة من العمر يعني؟ وقت، معلش عيدي السؤال تاني يا أستاذة منى. الوقت العزلة اللي بيحب الراجل، وقت العزلة ولا فترة معينة في عمره مثلا؟ تمام. في أي استفسار تاني يا أستاذة منى؟ شكرا لاتصالك. وقت العزلة، لا، هو وقت العزلة ممكن يبقى يومين في الأسبوع. هو الراجل عايز يبعد بأفكاره،
على حسب كل بقى راجل يعني، دي برضو بترجع لكل راجل. في راجل يحب يفصل مرة في الشهر، يوم في الشهر، يومين في الشهر. في راجل يوميا يفصل ساعة، ونحترم هذه الساعة ونحترم هذه الخصوصية. في على حسب بقى اختلاف كل راجل زي ما قلنا، والاختلاف الأربع شخصيات اللي فيه، نعم. هيجي بالترتيب. انا قصدي بس يا دكتور، لو هو بيفكر نفس التفكير او هي بتفكر نفس التفكير بتاعه، هل ده بيبقى فيه تعارض، ولا هي بتكون عايزه لازم يكون الاقطاب مختلفه لا، هو موضوع ان مفيش موضوع تفكير، موضوع ان في حاجه اسمها القيم. لازم نفهم ان اسلوب التربيه اللي انا اتربيت بيه في بيت، وانا واسلوب زوجي اللي اتربى بيه في البيت، ده هيخلينا اول ما ندخل مع بعض في بيت واحد، حتى لو كانوا مخطوبين لفتره طويله، هنلاقي اختلاف كبير. ليه بقى؟ نتيجه انا بحب اصحى في وقت معين، هي تحب تصحى في وقت معين. هي كان ايه في الخطوبه نعرفه في حاجه زي كده، دي حتى بنسميها بقى القيم. في راجل يحب الصبح يصحى يقعد في الحمام ساعه، في ست انجاز الصبح تحب على طول. طبعا هنا بتيجي بقى ايه؟ التضارب. هي بتفتكر ان ده اختلاف طباع واختلاف شخصيه واختلاف في البيت. في راجل مثلا مبداه انه يحب يخرج، نعم، وان الحياه الاجتماعيه عنده مهم جدا، مثلا يخرج يوميا وعايزها تخرج مثلا معاه. هي كانت واخده في بيتها ان ما بتخرجش كتير، فبتيجي مش عايز. وعشان كده انا كنت بقول النسبه اللي وقفت عندها، نسبه طلاق. الطلاق كتير. 48% في الزواج الحديث دلوقتي في اول سنه، نسبه خطيره. ليه؟ احنا داخلين طبعا للاسف الافلام هيئت في دماغنا فارس احلامي بقى شادي الله يخليها لنا ربنا يمسيها بالخير، فارس احلامي وحبيب قلبي، نبقى هي دي فكرتنا عن الجواز. نعم. لكن مش عارفين ان مش حاطين الجانب اللي يعني في المشاكل والحقيقي. مش مشاكل، احنا مش بنتكلم على مشاكل، احنا بنتكلم على اختلاف قيم. راجل مثلا زي ما بقول حضرتك بيحب يوميا يخرج، والست لا مش هتقدر تخرج كل يوم. فتيجي طبعا انت اصلك مش بتحبي تخرجي، او انت مش بتحبي تشاركيني في اللي انا بشارك فيه. نعم. هنا بتيجي بقى مشاركه الاهتمامات، ما هي ده مهم جدا. طب. يعني اما عشان برضك ما تحسوش بالاهمال من الطرف الاخر. ايوه، سواء الست لما تشبع احتياجات جوزها اللي هو بيحبها، والراجل يشبع احتياجاتها. يعني لما الست مثلا نعمل توافق في القيم ما بين الراجل والست، الست تقول له اوكي انا هخرج معاك يومين بس مش هخرج دور اخرج الاسبوع كله. طب انت عليك تحترم ده. بالظبط. الراجل عليه يحترم. تمام. ان هو يقدر ده. لا ما اصل انت ما ينفعي، اصل احنا ما ينفعش، اصل انت اللي تعملي اللي في دماغي يا ما تعمليش. نعم. في مثلا زوج مثلا يقول لك ايه، انا ما اروحش مثلا زيارات عائليه الا مثلا مره في الشهر. نعم. وفي ست لا منهجها اني يوميا او اسبوعيا بمامتها لماما ونروح. طبعا بتيجي من هنا بتبقى على فكره مشاكل بسيطه جدا صغيره بس جدا وبتفجر طبعا طبعا بجد البيت. طبعا ما بنبقاش فاهمين بعض. يعني وبتيجي من هنا المشاكل. فيعني نعم. طيب يعني دكتور رشا كده عايزين يعني نتكلم كده ونقول فن التعامل او الحاجات اللي الايه يعني الرسميه. طب معلش الاستاذه منى رجعت اتصالها تاني ونكمل موضوعنا. الو السلام عليكم يا استاذه منى. معلش انا اسفه طول ما في قطع. لا ولا يهمك، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه منى كنت سالت عن العزله. معلش انا قطع المره اللي فاتت والله. لا ولا يهمك، اتفضلي. هو انا كنت بسال عن وقت العزله حضرتك جاوبتيني، بس الحاجه الثانيه يعني ازاي الزوج يعني تخلي فيه اهتمامات مشتركه؟ يعني لو حاسه ان اهتماماته دايما مثلا بالاخبار اللي مش عارف ايه الحاجات دي اللي هي انا اصلا ماليش اي علاقه بيها، ازاي اخلي فيه اهتمامات مشتركه؟ خصوصا لما شايفه ان الاهتمامات دي يعني انا بكلم حضرتك تقريبا هو فرد عري دلوقتي. ما انا حاسس ان انت موطيه صوتك قوي يا استاذه. ايوه انا مش سامعين. مش عايزه احسس ان انا يعني انا حاسس ان انت واخده اخر اوضه في الشقه ومتكلمينا منها. الشبكه تخفق. وقفل البيت بتاعك كتير. طيب اتفضلي. طبعا كنت عايزه اعرف ازاي اعمل اهتمامات مشتركه من غير ما احسس ان انا مثلا بفرض نفسي او باجي على اهتماماته او كده يعني. تمام. طيب في سؤال تاني يا استاذه منى؟ كبير وانا عايزه الحق الموضوع ده يبقى فيه اولاد يعني. طيب خلاص خلاص وهو كذلك. شكرا لاتصالك. استاذه منى طبعا بتسال بتقول الاهتمامات المختلفه، الاهتمامات المشتركه، هل ممكن هي تسعى ان هي تخلي فيه اهتمامات مشتركه؟ تشوف بقى اللي بيحبه اكيد بقى. الاهتمامات المشتركه بقى او الاهتمامات المختلفه ده جهد على فكره بيجي من الاثنين. مجهود بيجي من الراجل ومجهود بيجي من الست، ان هما الاثنين يوجدوا لبعضيهم هما الاثنين اهتمام مشترك، وهي تدخل في اهتماماته وتشاركه فيها وتدي له روح فيها حتى لو هي مش بتحبها. نعم. وهو كمان يدخل في اهتماماتها الى حد ما
مش ان هو هيدخل معاها ويعمل او مثلا يتفرج مع المسلسلات معاها وكده، او هي مصارعة. تتفرج معاها على الكوره والمصارعه واللي 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 واللي. لا احنا ما بنطلبش كده، بس مثلا هنعمل يعني سيناريو يبقى يوميا. تمثيل يا دكتور، لا يبقى في مش حاجات فيها تمثيل، ابتذال. لا لا لا، ولا تمثيل ولا ابتذال. بس انا مثلا زوجي بيحب نشرات الاخبار ومتابع طول النهار، اشاركه ايه ده ايه اللي حصل النهارده، ما في يعني اكيد يعني اكيد طبعا اهتمي يا حته ستي كده. بقى، حتى موضوع بلدك اهتم اسالي طب ايه اللي حصل، هو هيحس هنا ان انت دخلتي معاه في معاه في الحوار، الموضوع. خلاص هيتكلم كلمتين. طب لو هو 24 ساعه اخبار، لا ما احنا بقى هنا يعني نتفق بقى يعني برضو، حتى يعني هتسمعيها طلاق. لا يعني ما برضو كتير مثلا ازاي في ناس المرونه بقى، مثلا لو هي مش تقدر تكمل في اللي هي مثلا تقدر تتماشى او كده، اكيد في يوم هتزهق ما فيه. هو احنا الجهد قلنا ان الست والراجل يتواصلوا مع بعض مجهود قائم من طرفين، وهو برضك لازم يكون يعني يقلل هو شويه. كمان يعني لازم يكون هو عنده نوع من انواع المرونه، مش موضوع صح ان انت يعني ما تتفرجيش معايا هتطلقي يعني اكيد ده مش مثلا. يعني، حتى انا كده زي ما بنقول عايشين تحت قصف، نعم انت لو ما عملتيش اللي انا بحبه هطلقك، وانت لو ما عملتش اللي انا بحبه هخلعك. هخلعك. عايشين بقى كده تحت القصف احنا الاثنين، اكيد لا اكيد الاثنين لازم يبقى في حوار مشترك ما بينهم، انا بحب كذا احترمه فيا، والراجل من الذكاء نفس ان هو الكلام. يشاركها فيه، وهي كمان من الذكاء ان هي تشاركه في اهتماماته، نعم. ده مهم جدا. طب هل اي طريقه يا دكتور رشا للراجل، يعني طريقه مراته تكلمه بيها، هل كل الطريقه بيستقبلها وبيتجاوب معاها، ولا لازم في طريقه معينه هي والله تبقى؟ اكيد الاحترام الاحترام. المتبادل نعم. يعني اكيد لا هنكلم باسلوب مهين ولا باسلوب امر، يعني حتى من الحاجات اللي بنقول عليها ان هي بتخنق الحياه الزوجيه هي الأوامر والتعليمات. الاوامر والتعليمات، وان احنا نتكلم بصوت عالي وبنتفاهم بصوت عالي. طب ما يعني احنا عايزين نوصل لحل مشترك، نعم. اكيد لو اي انسان يعني لو عايزين ننجح العلاقه اكيد هنجد الحلول لننجح العلاقه. نعم. في شد وجذب، في شد وجذب، هنحترم الشد والجذب، بس لازم نفهم ان الحوار يبقى باسلوب نوصل لارض محترم. وسط، بارض وسط محترم. احنا بجد على فكره الحاجات دي، لاني اصل الانسان لما بيبقى في حاله الغضب وان هو يخرج عن شعوره ويقول كلمه مثلا تضايق سواء الطرف الراجل او الست، الكلمه بتبقى مهينه وبتفضل اثارها طول العمر. نعم. وما بننساش بقى ونقعد بقى انت انت قلت فاكر كذا. انت فاكره انا. طب ما انت قلت كذا قبل كده. وانت بقى ونفضل بقى ايه احنا الاثنين، انت قلت وانا قلت. قلت نعم. طب ما نخلينا من الاول، من الاول بلاش الكلام اللي هو ما بيتنسيش. ما بنتنسيش، وان احنا الاثنين نوصل لحوار، وخلينا نقول بقى مبدا تاني اساسي في علم النفس بيقول الانفصال. الانفصال بمعنى ايه؟ اني انا في حاله غضب عارم ابعد عن اللي قدامي حاليا. حتى حديث يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان الانسان لو اصابه الغضب يروح يتوضا. يعني ده بمعنى ايه؟ ده مبدا في علم النفس اصيل، ان الانسان هيهدأ. ينفصل عن المشكله. نعم. اروح اغير، ان كنت قاعد اقف، وان كنت واقف اقعد، تغيير الحاله بيغير المزاج، وبالتالي لحد ما اهدى هو كده بتكلم في المشكله. حتى دايما بنقول ان اللي جوه المشكله في وقتها ما بيبقاش شايف الابعاد التانية والادراكات التانية في المشكله زي ما انا شايفها في الوقت الحالي، ما بطلع منها واني اشوفها بعد كده، فده مهم جدا. نعم. يعني كده لو في اي حد دكتور رشا يغير او يحاول يبعد عن مكان المشكله، لو كده ممكن ينزل وبعد كده يبداوا يتناقشوا في الموضوع. نرجع بقى نتناقش بالراحه وبهدوء، وخلينا نقول ان هو حوار بناء زي ما بيقول، انت هنا عندك المشاكل في النقطه دي. نعم. وقول لي انا مشاكلي ايه، او انت شايف عندي ايه في المشكله دي، وبالتالي اقدر اوصل لارض وسط وحل وسط ما بين والهدوء احنا طبعا الاثنين. بيساعد في حل المشكله. ده اكيد مهم. نعم. جدا يعني. دخول اطراف اخرى في التعامل، ايوه انا اقصد بكلمه اطراف اخرى دي ناس كتيره، يعني مثلا هو مثلا ما بيحبش مامتها مثلا، وهي ما بتحبش مامته، وهم دول الناس اللي بتدخل ايه بيزودوا الموضوع يعني. فهل في فن التواصل ما بين الزوجين ممكن حد يدخل يأهلهم او يساعدهم على كده، ولا نلغي الاطراف اللي بره؟ طب نتفق اتفاق افضل. نعم. هم اللي يحددوا عايزين حد يدخل، يعني على الست ان هي تحترم الراجل لو قالها انا مش عايز حد يدخل في مشاكلي، عليها انها تحترم. وهكذا الراجل لو هي عايزاه مثلا يدخل، او ان الموضوع وصل لحاجه مفيش مشكله، وحتى يعني في صوره النساء حكم من اهلها وحكم من اهله يعني، بس يكون على حاجه تستاهل. قصد حضرتك حاجه تستاهل، ويكون شخص كمان حكيم ما يبدلناش. نعم. الدنيا يعني. يا اما بقى بنقول نرجع للمستشارين في العلاقات الاسريه اللي هو يقدر على درايه اكتر ما يعني، وفاهم مش حته بقى ان انا هاخد جنب عشان بنتي انا هاخد جنبها، وهو عشان ابني انا هاخد جنبه. نعم. هي مش خناقه وانا هنصر مين على مين، مش هي دي القضيه، انا عايزه احل الخلاف بتكامل.
نعم، اصل الحته دي كانت برضك السينما طبعا والحاجات دي ذكرت ان معظم الامهات بتيجي مع بنتها ضد جوزها، وده نفس الكلام، وبتبدا بقى المشكله تتفاقم يعني وتبقى لا، كبيره. والمشكله على فكره الاخطر كمان ان الاهالي لما بيشوفوا مثلا، لو هو مثلا شاف حاجه ان الزوج فعلا مش صح او شافت حاجه، بتبتدي بقى نشيل. نعم يعني حتى بيبقى التوتر بقى بيكبر ويبقى توتر عائلي. نعم. وشاف هنا انا بقت الام او الاهل الزوجه شافوا مساوئ الراجل، والاهل الزوج شاف مساوئ الست، وبقت ايه؟ فضايح بقى، ومحدش بقى بيتكسب بقى، خلاص بقى. وخلاص بقى، وابتدينا بقى ايه ندخل في حوار اكبر، والنار ما هديتش. نعم. واحنا محتاجين نهديها، ما نوصلش بيها، لان للاسف دلوقتي الناس زي ما بنقول ما بقتش عندها فن التواصل وفن ان هي تهدي الامور واني احل. نعم. الاطراف والاهتمامات وكده، ده موضوع مهم جدا. مش موجود، مش موجود كتير. طب دكتور رشا، يعني عايزين برضك يعني نقول بقى فن التواصل ما بين الزوج والزوجه بطريقه كده ايه، يعني بالبلدي شويه كده عشان الناس، ايه المفروض اللي هي تعمله؟ ايه المفروض بطريقه كده ايه، يعني يرجع من البيت وهي ترجع مثلا من الشغل وبتاع، يكون يعني الوضع ماشي ازاي؟ الموضوع على فكره يمشي ببساطه. ان انا لو زوجي كده نقعد كل واحد يقول هو بيحب ايه. بجد مفيش مشكله ان احنا نجيب ورقه وقلم، مش عيب على فكره. يا ريت. خالص والله، يعني كده بقى يا دكتور كده. كل واحد بيحب ايه؟ والله انا بحب كذا وبحب كذا وبحب كذا، ارجوكي احترمي فيا كذا، وبحب تحترمي فيا كذا وتحترمي فيا كذا. هي كمان تقول والله انا احب ان انت تحترم فيا وتقدر مشاعري في الحته دي، ولان كل انسان اضرب نفسه بالظبط. يبقى في بقى يعني مش هي بقى تقعد مش هي تقعد بقى تخمن والله هو بيحب كذا لا ما بيحبش كذا، تساله مفيش مشكله ان انا اسال، يبقى في مصارحه. والله انت بتحب ايه، ما بتحبش ايه، انا بحب كذا، انت بتحبي كذا، طب انا طب ممكن نوصل لو زعقت فيك هتزعلي. طب لما لو بتكلم ما بحبش كذا، او معلش ما تزعليش مني مثلا، انا لما نتيجه اسلوب تربيتي ان انا اتعودت اني لما اتنرفز اعلي صوتي، استحمليني. نعم. دي مش اهانه ليكي، انا اتبرمجت وتربيت على كده، فاستحمليها فيني واعتبريها ان هي ايه لحد ما نعدي هكذا. لا طب بالمناسبه نحترم الحاجات دي. الضرب فيه بقى ايه حاجات، معلش الاوفر شويه نذكرها برضك، في هل الضرب ده بقى بي 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 هو بيعلم طبعا في الجسم وكده يعني، بس لا هل يعني بيبقى ليه اثر يعني بعيد، تقدر تفضل الزوجه مفتكر ان الزوج ضربها في مره، او ممكن يكون الزوجه ضربته او حاجه يعني في مره ورمت عليه حاجه، هل دي بقى بي 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 بتتشال في العقل الباطن او حاجه ولا لا؟ بتتشال كتير يعني. الكلمه الاسهل ولا الضرب؟ والله الاثنين كلمه يعني زي بعض، الاثنين مساواهم يعني. لا. سواء الكلمه السيئه او المهينه او الضرب، الاثنين مهينين يعني. الضرب بقى ايه؟ معلش انا يمكن الحته دي ما اتكلمناش فيها ولا يعني في الاعداد ولا ممكن الناس تستغرب احنا بنتكلم فيها، بس موجوده في الواقع يعني. ما اعتقدش ان في زوج يعني، خلينا نقول زوج بيحترم مراته ويضربها ملوش لازم. ما اعتقدش يعني ان هو ليه لازم. انا عارفه ان ليها بعد، ان هو للاسف ممكن يكون شايف كده. نعم. ف نتيجه الشخصيه انطبعت باسلوب معين. الموضوع تبقى قياديه بقى بزياده. الموضوع ليه ابعاد يعني، حتى في التربيه كتير بنقول. نعم. ان الطفل لو شاف ابوه بيضرب امه والحته دي عجبته، بيكبر هو كمان بيضرب مراته. نعم. لان هو شاف كده. نعم. بقت برمجه، بقت تربيه حاجه اصيله فيه. ممكن طفل تاني يرفضها وبالتالي يبقى خانع قدام مراته. يعني بص حضرتك بقى انماطنا العقليه كل واحد دخل فيها ايه. نعم. وتشرب ايه وما تشربش ايه. نعم. دي ليها ابعاد تانيه كتير، فكل واحد بقى ايه اللي دخل في دماغه. هنا بقى لازم كل واحد يعالج نفسه، ان الله. نعم. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. طب ولو معلش احنا اتكلمنا عن الراجل، لو في ستات بقى معلش، دي ممكن تكون موجوده بس مش كتير، لو في ست بتضرب جوزها يعني معلش يعني ايه؟ ما اعتقدش. بس في ستات ممكن يكون جوزها صغير كده مثلا وهي بقى بتستقوي نفسها عليه مثلا. لا هنا بقى بتبقى اعتقادات راسخه من الام من زمان، وابنك على كده بقى والمواضيع دي، وبتبقى هي شافت الست ان هي زوجها كل يوم ما تنامش غير لما هبدك علقه تقول له كده. وان هي حتى يعني كنت للاسف شديد مره سمعتها في محاضره لدكتور كبير يعني انا بحترمه جدا، بيتكلم على الموضوع ده، ان في بعض حتى الستات بتبتدي تربي ابنها انه ازاي يبقى خانع من كتر ما هي شخصيتها قويه، مسيطره على جوزها. هي بقى مسيطره من فوق، وكمان نزلت على الابن سيطره. عشان ايه يعني؟ وبتدي بقى ارشادات مثلا لجارتها، او ان ازاي تهديه من الاول عشان ما يطلعلوش كده. يا جماعه انتوا ازاي نتعامل بالاسلوب ده اساسا يعني؟ حتى صعب.
والله يا دكتور رشا، وقت حلقتنا للأسف خلص بسرعة، واحنا صراحة ذكرنا حاجات مهمة جدا. موضوع الضرب اللي في الآخر ده احنا عايزين نخلي له حلقة ده أكيد إن شاء حلقة الله كبيرة يعني. أوي. أنا في النهاية بشكر دكتور رشا عطية، استشاري علاقات أسرية وتطوير ذات. شكرا لك يا دكتور رشا، شكركم نورتينا، جميعا، ميرسي، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية إن شاء الله. بإذن الله. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكون حلقتنا والأفكار اللي احنا عرضناها هي من الواقع، المفروض يعني بنحاول ننقل صورة واقعية عشان نعرف نحل، عشان ما نتكلمش في كلام نظري كتير ونسيب الأساس. عشان ما أطولش عليكم، ما بشكركم استشارات أسرية مصطفى الملواني، دمتم في حفظ الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.